لم يكن هذا القمر الصناعي الذي انطلق صباح يوم أمس مقلقا لدول الشرق الأوسط كما تفضلت، إذا لماذا الصحافة الأمريكية مثل الواشنطن بوست وغيرها تنشر معلومات مستمرة عن هذا القمر الصناعي وخطورته وأنه سيستخدم عسكريا وسينتقل إلى هناك؟ هنالك صخب كبير في الأوساط الأمريكية حول هذه المسألة، لماذا؟ سؤالك كثير كثير مهم وبمحله، والسبب الرئيسي لهذا السؤال لتوضيح للشعب الأمريكي مثل عم بمهدوا لماذا نعود إلى الاتفاق النووي. يعني بدهم يعملوا تعبئة شعبية بالفكر الأمريكي والمجتمع الأمريكي أنه نحن كنا ضروري نرجع للاتفاق النووي تنعرف شو إيران عم تعمل، لأنه بأيام الفراغ ومش موجودين بأي تفاهم نحن والإيرانيين استغلونا. وهذا الإعلام اليساري الأمريكي إن كان النيويورك تايمز أما الواشنطن بوست عم بيستعملوا هايدي، لأنه الإدارة الأمريكية إدارة بايدن بدها تعمل تمهيد فكري للشعب الأمريكي، لأنه الشعب الأمريكي يرفض أي اتفاقية اليوم مع إيران، وخاصة اتفاقية 2015 بدون أي شروط، وخاصة إذا رجعوا على نفس الاتفاقية اللي هي كانت على 15 سنة فقط، مرق عليها اليوم تقريبا 8 سنين، بعد لها 7 سنين، بعد 7 سنين إيران فيها تعمل اللي بدها تعمله بما يختص بالنووي وغير النووي. ولكن الأخطر عند إيران من الاتفاق النووي هو تطوير الصواريخ البلسطية والقاعدة وقاعدة انطلاق هذه الصواريخ، هذا الذي يخوف إسرائيل ويخوف العالم العربي، ولكن إرسال صاروخ من قبل روسيا ما راح يخوفه.